عمر. لا باقي عندك امل انها تكون حيه؟ اختي باقي عندي امل تكون حيه، باقي عندي امل. انا ما قراتش اختي دي والتشريح كون باقي عندي امل اختي، نكذب عليك باقي عندي امل. تما عيط لي يعاودوا لنا الغسل ديالي، يعاودوا لنا الغسل ديالي وضروري. عندها علامات بانها كتدلي بانها الوفاه اكثر من 4 ايام. دونك هذاك الشيء 6 ايام 4 ايام من الفوق. هاد زعما باش انها راه عقلات ولا هذا راه ما كاينش. تسمعوها هما كت لا والو ما كاينش داك الشيء. طاش خضراء في الدات ديالها اللي كتبين بان السيده عندها الوفاه اللي قديمه ب 4 ايام من الفوق. ما يمكنش هذه تكون حيه البارح ولا اليوم ولا هذا. وانا كنقول لك 4 ايام هي القليله. يعني 4 ايام الفوق، 4 ايام 5 ايام. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. ما نقدرش نقول لك ما كاينش الصوت. انا بالنسبه لي السيده النيوف ديالها مسدودين بالقطن مزيان، يعني ما يمكنش تجي اش يقولوا ليه واحد ما تيتنفسش من فمه وعايش هذه المده هذه. واش هذه نتائج ديال التشريح؟ ما دارش التشريح، دار فحص. ولكن عائلتك كطالب دابا بالتشريح. هو هذاك الشيء كيبقى ديال النيابه العامه، ماشي حنا، ماشي شغل. غاديش دير غاديش تفتح تحقيق؟ العائله هي اللي كتفتح تحقيق ماشي انا. ما نقدرش نقول لك ما درتش الشريح، ما نقولش الشباب. انا جيت الصيفه كطبيب شرعي من المستشفى الحسن الثاني باش نثبت واحد الحاله وفاه سيتو. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.